وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سأل كيري مثلا عن حديث إن ليلة الجمعة ونهارها 24 ساعة يعتق الله عز وجل في كل ساعة 600,000 عتيق من النار. نقول هذا الحديث ضعيف جدا ولا يصح، ورواه أبو يعلى في المسند والخليل في مشيخته والرافعي، وهو لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقال الألباني في السلسلة الضعيفة ضعيف جدا، وكذلك ذكره المنذري في الترغيب والترهيب وصدره بالصيغة للتمريض، فهذا حديث لا يصح البتة أيها الكرام الفضلاء. ثم نريد أن نقول من تتمة الفائدة، لم يصح في ليلة الجمعة ونهار الجمعة حديث يدل على العتق، لا يصح في ليلة الجمعة ونهار الجمعة حديث يدل على عتق من النار، فينتبه لذلك أيها الكرام الفضلاء. صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم.